يقول إمام المسجد يبكر ويجلس على المركات في ثاني الصف، وتأخذه نعاس فضيلة الشيخ قبل الإقامة، هل يؤثر النعاس؟ إذا كان قاعدا ولم يستند إلى الجدار متمكنا من نفسه فإن النعاس لا يؤثر عليه. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، ثم يقومون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان متكئا على شيء وأصابه النعاس فإنه ينتقض وضوءه، لأنه لا يدري عن نفسه، ربما يكون انتقض وضوءه ولم يشعر بذلك. نعم. الإجابات المختصرة.